مهموم لك سجين، عندكم مشاكل في بيوتكم، في مشكلة مع مديرك أو صديق لك، يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة صح؟ الرسول قال استغفروا الله، استغفروا. الاستغفار باب تطرقون أبواب توبة وأبواب رزق وأبواب رحمة. الاستغفار يفتح الأبواب. ما استغفر عبد استغفار صحيح إلا جعل الله له من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة. فقولوا استغفر الله.